أقيمت في القاعة العامة بالدرج مراسم البدء بدورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية والتمريض وأساسيات الصيدلة بإشراف من مؤسسة ميديكال إكسل وبالتنسيق مع مدير الخدمات الصحية بالبلدية، وشارك بالدورة عدد 150 متدرب ومتدربة ليتم تدريبهم على مدار 45 يوماً. الهدف من هذه الدورة الحقيقة تقديم أكثر خدمات طبية تكون داخل المنزل بصفة عامة. إن في جائحة كورونا اكتشفنا أن الحقيقة كثير من الناس ما قدروش يوصلوا المستشفيات، لا قدروا يوصلوا المراكز الصحية. على أثر هذا الشأن انطلقت المؤسسة بعمل خطة اللي هي تجعل ممرض في كل بيت. كما استهدفت الدورة مشاركة عدد من عناصر المراكز الصحية بالبلدية، بالإضافة إلى طلبة الطب والمختبرات ومنتسبي الهلال الأحمر وعدد من المهتمين. المستهدف للدورة هو 150 متدرب، مدة الدورة اللي هي 45 يوم، طبعا 65 ساعة. الهدف من الدورة اللي هو بالدرجة الأولى أن يكون طبيب في كل بيت. تأتي هذه الدورة في إطار تنمية المجتمع والتقليص من الحاجة إلى المستشفيات والعيادات بتدريب عناصر محلية بناء على الهدف الذي حددته مؤسسة ميديكال إكسل، وهو توفير ممرض في كل منزل بحيث يتم تدريبه على الإسعافات الأولية بشكل عام.